عندي هذا البيض عادي بأربعة ونص، وعندي طبق دلخ شوية أخشن بخمسة، وعندي جامبو جامبو بخمسة ربع نبيعه. أبو الأربعة ونص عراقي ولا لا؟ لا كله عراقي، كله عراقي. أكل الزرش، أكل الزرش. كارتون بشكل كارتون هسه كارتون بخمسين، واحد وخمسين، اثنين وخمسين، 12 طبقة. اللحم والله اللحم حاليا مستقر اسعاره، يعني بعد يعني اكو نزول بس شيء بطيء، ما نفس البيض، نزل نزله وحده يعني. البيض نزل نزله وحده؟ نزل على تدريجيا، يعني يومين ينزل 2000 2000. اللحم الجيج؟ والله الجيج الكيلو ب 3.5 عراقي عن نشتغل. اي ظل محافظ على السعر وعن نشتغل بالعراق. الاقبال عليكم شلون يا والله الاقبال يعني السوق حاليا حيل حيل ضعيف، ما بس الا النا الموصل كافي. هسه تطلع تقييمها 4.5. والله ايراني. ايراني دخل. عراقي. عراقي نفس تقريبا نفس السعر. 53 عين باع العراقي. لا العراقي اقبل. ايه انا اقول العراقي درجه اولى صفار وزين. بس الايراني صفار وباهي. اللحوم. اللحوم مزين اسعار. كيلو مالو يطلع 3.5 تقريبا 3.4. لا زين هسه اسعاره زين. البيض اكو من السبعه الى الاربعه ونص. كل شيء بسعره. اي وزن تريده بسعره. حسب الوزن. معدل الطبقة من الخمسة إلى أربعة ونص إلى ستة، يعني ستة خمسة ونص أربعة ونص. هاليوم يعني يقال بأن الدولار نزل، يبيعونه بأربعة ونص بخمسة. الدجاج بيش؟ الدجاج هم كل دجاج يعني كل مثل كيلو 400 بسعر، كيلو 600 بسعر، كيلوين بسعر. معدل من الستة إلى الخمسة. الدجاجة. الأسعار زينة. اي اي نعم اكو نزول البيضة الساعة اخذتها ب 4.5 كان ب لي 7 وصل 6.5 ب 4.5 اي انا اي هذا السعر اي انا ب 4.5 هذا يساعد في حركة تجارية يساعد الناس اللي ما عندهم شلون الفقير يقدر يشتري اذا ينزل السوق لا الحمد لله بنزول البيض نزول واكو اقبال مع شرائهم يعني طبعا يصير بيع اكثر يصير بيع اكثر يعني اكو طبقات ما كانت تشتري مثل المبلغ 6000 7000 4.5 5 اكو طبقات تشتري يعني يصير حركه بينهم والله البيض يعني 4.5 ويعني 4 وربع يعني حدود 4 وربع الكرتون يعني يطلع 4.5 يصرف له اكو 5 يصرف له والله الدجاج أم نازل كثير يعني أو نزول بعد يعني هو دجاج البيض بعده بينه نزول أمن.